بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفد هيئة أعمال خيرية في زيارة لمنظمة أيدي لا تمل للتوحد. هذه منظمة أهلية غير ربحية الأولى على مستوى السودان، تشرف على أكثر من 200 طفل مصاب بالتوحد واضطرابات النمو. إمكانيات المركز ضعيفة جدا، مستلزمات غير متوفرة، والمبنى عبارة عن إيجار. هم بحاجة إلى أرض متوفرة لكن بحاجة إلى مبنى متكامل بتكلفة 570,000، إضافة إلى أجهزة لرعاية هؤلاء الأطفال بقيمة 250,000 درهم. فلدينا نهيب أهل الخير في دولة الإمارات لدعم هذا المشروع الكريم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.